رحت لاخوك هاني عشان اقعد عنده، كرشني هو ومراته. عند اخوك كبير؟ اه. عايز اقعد عند فين؟ امال شايف انا قاعد فين؟ انا قاعد في الشارع بمسح عربيات. هو انا مش لاقي حته اقعد فيها. بعدين ده انا بنام في الجراج. انا هتنام في الجراج فين يا امال؟ امي يا نور افتح الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دعاي؟ ازيك يا حماتي؟ مالك يا بنتي بتقابليني كده ليه؟ ماليش، الجو حر بس. اه فعلا جو حر، انا كنت واقفه بره حرانه. هاني فين؟ هاني جوه. في حاجه ولا ايه؟ انتي مالك مش طايقاني كده ليه؟ ايوه في حاجه. عايزه ابني. ايوه عايزاه في ايه؟ بس ندهولي. طيب لا نايم، ده جاي من الشغل تعبان نايم، مش هقدر اصحيه. طب هقعد استناه. طب انت هتقعدي تستنيه ليه اصلا؟ عايزه ابني في موضوع يا بنتي. ايوه خير، ما تقولي لي، ما انا وابنك واحد. اصل دعاء يعني انا قاعده في الشقه بايجار زي ما انت شايفه. اه والشهر بيجي بعد الشهر وانا ما عنديش يا بنتي. قلت اجي اقعد بتسلى معاك واقعد هنا. نعم. ايه؟ لا انا سمعت صح. اه لا قولي تاني كده عشان وداني. قلت اجي اقعد في بيت ابني. تقعدي في بيت مين؟ ابني. ابنك ازاي يعني؟ هي الشقه كلها على بعضها اوضتين، هتقعدي فين؟ هنام هنا. اوضه ليا وليه واوضه للبيت، انا هقعد فين؟ انت خليكوا في غرفكوا يا حبيبتي، انا هنام هنا في الصاله. هتنام هنا في الصاله؟ واللي يجي بقى يجي يشوفك هنا مرميه في الصاله، جايه تبوظي لي حياتي ودنيتي لمجرد ان انت قاعده في شقه جارفه مش قادره. خلاص طقت في دماغك يا هاني. هاني يا دعاء. ازيك يا حاج؟ ايه هاني عامل ايه يا ابني؟ الحمد لله. صحتك من النوم حبيبي؟ ايه في حاجه ولا ايه؟ شوفي الست الوالده عايزه ايه؟ ايه يما في ايه؟ يا ابني جاي اقعد معاكم يومين هنا يا ابني، الايجار عليا وقاعده لوحدي ومحدش بيخدمني يا هاني. اجي اقعد معاك اخويا هاني. انت ابني برضه. حاجة انت عارفه المشاكل اللي بينك وبين دعاء، انا مش عايز نحط النار جنب البنزين. انت خليكي قاعده، روحي ليوسف يا حاجه او روحي اقعدي عند عنطر. يا حاجه انت عارفه ان هم شقه اوضتين، هتقعدي انت في اوضه وانا نقعد في اوضه. البت دي نايمه فين؟ في الشارع؟ مش هقعد في الاوضه يعني، هقعد هنا في الصاله. مش هينفع يا حاجه والله كده يا ابني، يعني كسرت بخاطري وانا جايه وكل امل انك انت هتوافق اقعد عندك. يا حاجه وانا كسرت بخاطرك ليه؟ ما تروحي تقعد عند يوسف في ايه؟ هو انا بنقول لك اقعدي في الشارع؟ روح انت عندك اتنين دكوره تانيين، روح عند يوسف او روح عند عنتر. انا مش هينفع. ويوسف عازم معهوش حد، اقعدي معاه او اقعدي مع عنتر. جايه لله مسؤوليتهم قد كده وجايه تقعد معاهم؟ انت شايف كده يا ابني؟ هو ده اللي عندي حاجة. الله يسامحك، الله يسامحك يا ابني، الله يسامحك، الله يسامحك يا ابني. هي جايبه الكون ده منين؟ صعبه قوي تروح لاخواتك التانيين. يلا الحمد لله. الله في داهيه. يوسف ايه ده؟ يا ام بتعمل ايه هنا؟ حبيبي اعمل ايه؟ بتعمل ايه هنا؟ جايه لك يا ابني. جايه ليه؟ رحت لاخوك هاني عشان اقعد عنده، كرشني هو ومراته. عند اخويا كبير؟ اه. عايز اقعد عند فين؟ امال شايف انا قاعد فين؟ انا قاعد في الشارع بمسح عربيات. وانا مش لاقي حته اقعد فيها. بعدين ده انا بنام في الجراج. انا هتنام في الجراج فين يا امال؟ طب تعالى اقعد معايا في الغرفة وادفع انت تمنها. انا مش عارفة ادفع ولا اكل ولا اجيب علاجي، ومحدش فيكم بيساعدني. ايجار ايه؟ ايجار ايه يعني؟ هو انا انت شايف هنا اهوت لسه في شباب، لسه عايز اخطبه، بحاول الم قرشين. تقولي ايجار يعني؟ حتى انت يا صغير اللي قلت قلبك هيحن على امك، حتى انت يا يوسف. يا اما مش في ايديا، انت شايف الحال عاملة ازاي؟ روح عند عنتر، روح عند اخويا الكبير، هو هياخدك عنده. خسارة تربيتي فيكم، خسارة تعبي وشقية فيكم.
يا ما بقول لك بنام في الجراش. يا خساره يا 100,000 خساره. ربنا يهديكم يا ولادي، ربنا يهديكم، ربنا يهديكم. استغفر الله العظيم. مين يا عنتر اللي اللي بيخبط ده؟ اي لحد يجي؟ افتح بس يا رب. مش السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا رنت، عاملة ايه؟ الحمد لله. عنتر هنا؟ ايوه. فين؟ في حاجة ولا ايه؟ عايز ايه؟ مين يا رنت؟ ايه؟ الحاجة. تعالي يا حاجة اتفضلي. ازيك يا حبيبي؟ تعالي يا ماما اتفضلي. عامل ايه؟ الحمد لله. انا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ وانتوا بتاكلوا. ده احلى وقت. حبيبي. يلا لقمة هنية تكفي 100. تسلم يا حبيبي. حاجة يا حاجة ولا ايه؟ امال في حاجة يا رندا؟ ده بيت لا ايوه على راسي، بس انا مش متعودة بس الحاجة تيجي كده الصبح. كلي يا ماما، كلي كلي. والله ما عندناش الا جبنة وطماطم. نعمة وردة، نعمة وردة. كلي كلي يا ماما. صحة وعافية عليك. هو كان ما كانش فيه الا رغيف واحد، ما لقيتش في التلاجة الا رغيف واحد انا وهو، فسخنته. كلي يا ماما كلي. لا خلي ابني ياكل، ابني لما بيشبع انا شبعت. عامله يا ماما؟ انا كل ما اروح لحد من اخواتك مراتاته تقول لي نفس الجمله، خير يا ماما، جايه ليه يا ماما؟ هو انا مكتوب عليا الشقا والتعب؟ مكتوب عليا ربيك ويطلع عيني، وفي الاخر المعامله دي تعاملها يا ماما؟ بعد اذنك يعني، معلش كل واحد دلوقتي مشغول بحياته ومحدش فاضي لحد. اسمعي يا رندا، ايه يا ماما اللي حصل معاك؟ مالك فيكي ايه؟ رحت لاخوك هاني، مراته تقابلني مقابله زفت ويكرشني، ورحت ليوسف برضه نفس المعامله. ايه اللي حصل معاك يعني يا ماما؟ انا مش عارفه ادفع ثمن الاوضه اللي انا فيها يا ابني، وقاعده لوحدي وخايفه اموت وانتوا مش حاسين بيا. قلت هاجي اتونس بحد فيكم. تنور يا ماما. تنور ايه يا عنتر؟ هو في مكان؟ ده احنا قاعدين على الحصيره يا اخويا. تقعد على الحصيره معاك يعني؟ اخوك هاني اللي ما شاء الله عليه مهندس قد الدنيا وشركات بترول، ما خدهاش وهناخدها انا اللي قاعده على الحصيره. ماليش دعوه بهان انا يا رندا ولا يوسف، ليه دعوه بنفسي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي يا عنتر لو فيه، لكن ما فيش يا اخويا، ما انت شايف اهو وهي شايف. ربنا بكره ربنا هيكرمنا ويرضينا اكتر. عشان يا بنتي انا ماليش حد في الدنيا، انا ماليش حد غير عيالي، ما فيهاش حاجة لما تستقبليني عندك، انا عايش لك خدامة. ماشي يا ماما. خدامة ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده؟ ده بيتك يا ماما. ايه يا رندا؟ في ايه يا رندا؟ بيتها ايه يا اخويا؟ ايوه بيتها. ده بيتي يا اخويا. لا مش بيتك، ده بيتي انا، وطالما بيتي يبقى بيت امي. ما هو مفيش مكان. لو في مكان كنت خدتها. ما خدهاش اللي معاه وعنده فيلا ما شاء الله، اجي اخد انا اللي عندي اوضة وصالة يا عنتر. هو ده عدل ربنا؟ هو ده عدل ربنا يا حاجة؟ هو ده العدل عندي يا رندا، ومش عاجبك الباب فوت جمل. هنام في الارض يا بنتي. يعني انت عاجبك كده يا ماما جايه تخربي عليا وخلاص؟ انا مش جاي. اه بيقول لي علبه بيفوت جنب وانا مش عاجبني الوضع. طب يا رندا نعكسوها، خلي المكان امي دي امك، انا هعمل كده. بقول لك يا عنتر، انا امي الله يرحمها. يا ست الله يرحمها على دماغي، بس ما كنتش هعمل كده، كنت هشيلها على راسي من فوق. ماشي يا عنتر، ما الدنيا ما مش هتسعنا كلنا. لا هتسعنا يا رندا. انا مش عاجبني الوضع. مش عاجبك اتفضلي، الباب يفوت جمل قلتها لك. مع السلامه. لا يا ابني انا مش جاي اخرب بيتك. يعني ده اخر كلام عندك يا عنتر؟ اه طبعا اخر كلام عندي يا رندا. يعني انت حباني عشان دي وتخرب بيتك عشان دي؟ دي امي يا رندا، انت واعيه اللي بتقوليه؟ ماشي يا عنتر، لما تبقى تمشي بقى الحاجه تبقى تجيبني من عند بيت اهلي. لا الحاجه مش هتمشي، انت اللي مش عايزه تيجي ما تجيش. انا مش هرمي عليك اليمين غير لما ترجعني في دماغك. رجعتي اهلا وسهلا، ما رجعتيش خليك قاعده عند ابوك. الباب يفوت جمل. عاجبك انت كده؟ اه طبعا عاجبها. ربي له بقى انت العيال يا اختي. مش عاجبني يا رنت، خليك يا اختي. لا يا اختي ربي له العيال يا اختي، يا مسهواك انت، ربي له العيال. مع السلامه. ماشي يا عمتر. في 60 ده. لا يا ابني ما ينفعش، انا مش جاي اخرب بيتك يا حبيبي. انت جاي تنوري بيتي يا امي. عشان العيال بس يا عنتر. لا يا امي انت تنوري بيتي يا امي. العيال هيتربوا. طب وديني دار مسنين يا ابني. مسنين. هي الدار، هي الدار اللي مسنين وانا موجود. يلا ناكلوا مع بعض عشان خاطر براحتك يا ابني. في 60 ده هيفوتك منها. بكره تعرف غلطها وتيجي زي تبوس العيال بتاعتك. ربنا يكبر بخاطرك يا عنتر، ربنا يكبر بخاطرك. كل اللي هم معايا قاعدين اطلع
اشتغل شغلانه كده النهارده واجيب اكل حلو على بالي. الله يرزقك يا حبيبي، الله يرزقك. معلش حبيبي.